ما جمعه التاريخ والجغرافيا لا تفرقه الأزمات. بهذه الكلمات تحدث إلينا أهالي القرى الحدودية السورية اللبنانية الذين يحتفلون بافتتاح معبر مطربة الحدودي. افتتاح المعبر أتى بعد الانتهاء من التحضيرات اللوجستية وبناء على مطالبات شعبية وفي سياق الإجراءات الهادفة لتحسين العلاقات الاقتصادية والاجتماعية بين البلدين، والذي سيساهم بإغلاق عدد كبير من المعابر غير الشرعية. بتاريخ 13/5 بتاريخ اليوم تم افتتاح المركز الحدودي بين الجانب اللبناني والجانب السوري بمركز هجرة مطربة، وسيتم المباشرة والعمل بتاريخ اليوم بهذا المركز. معبر مطربة هو نتيجة مطالبات طويلة من الأخوة المواطنين على جانبين اللبناني والسوري. المعبر أهميته أنه بيربط منطقة جغرافية مهمة بين البلدين، بيسهل عملية نقل الأشخاص وتنقلها، بيطور الحالة السياحية والاقتصادية بالمنطقة. اليوم مثل ما شايفين المظاهرة هي لفتح شريان جديد بين القطر اللبناني والقطر السوري لخدمة أهالينا. طبعا بعد مطالبات كثيرة وملحمة من الأهالي تم التجاوب بهذا الموضوع، واليوم الولادة للمعبر الهام والحيوي جدا لأهلنا الموجودين على طرفي الحدود. العمل فيه نقول عمليا أقفلنا 18 معبرا غير شرعي، كان يضطر أن ينتقل عبرها اللبنانيون المقيمون داخل الأراضي السورية إلى لبنان، وأعدنا ربط 25 بلدة يقتل فيها نحو 10,000 نسمة بالوطن الأم. المعبر سيقدم الخدمات المتعلقة بالمسافرين القادمين والمغادرين، وهو المعبر الرابع في محافظة حمص مع لبنان بعد جوسي ودبوسي وجسر قمار، والسادس على مستوى القطر. هذا يوم التواصل بين نحن صحيح بلدين، بس بلدين يعني شعب واحد. نحن هيدي فرحتنا. نحن نتوجه بالشكر للقيادة السورية وعلى رأسها سيادة الدكتور رئيس الجمهورية الدكتور بشار الأسد. بداية كتير كويسة وتسهيل أمور للمواطن سواء من هون أو من هون، وقريب على المنطقة كنا نمشي 150 كيلومتر لنوصل للأمانة لنقدر ندخل. أهمية المعبر أنه بيخلصنا من الفوضى الموجودة، لأنه نحن بننشد هون كمواطنين مسالمين بحب الاستقرار والأمان، بنحب التقدم والعمران. هذا المعبر نتيجة مطالبات الأهالي، كونه في بيناتهم علاقات مصاهرة بين الجانب السوري واللبناني، وبإلحاح من الأهالي وتلبية من الحكومة السورية لفتح هذا المعبر، تم افتتاح هذا المعبر وخاصة بهذه الفترة الموجودة. تخفيف المسافات والوقت بالعبور لأكثر من 25 بلدة من الجانبين السوري واللبناني، وتوسيع رقعة الأمان بعد ضبط المعابر الغير شرعية هو ما سيساعد عليه المعبر. بافتتاح معبر مطربة الحدودي يكون قد أقفل أكثر من 18 معبر غير شرعي، بالإضافة لتسهيل حركة المواطنين من الجانبين السوري واللبناني، ما ينعش الحركة الاقتصادية والاجتماعية. كندا الخضر لقناة سما الفضائية من الحدود السورية اللبنانية.